السلام عليكم. اليوم راح نتكلم على ملعب براقي للأشغال تحت، يعني بصفة تقريبا نهائية. به صور جديدة، إذا نعطيكم معلومة بالمناسبة أنه الملعب على حسب ما سمعت سوف يدشن في أول نوفمبر، وراح تكون فيه مقابلة ودية مع الفريق الوطني مع بلجيكا، مع بلجيكا او كرواتيا، وان شاء الله القادم افضل بالنسبه لمستقبل الكره الجزائريه. نخليكم تتمتعوا مع هذه الصور الرائعه لهذا الملعب الرائع التحفه، والسلام عليكم.